ما هو مفهوم الدولة؟ كيف نفهم الدولة؟ ما هو تاريخ هذه الكلمة؟ وكيف تكونت؟ وما علاقتها بالدين؟ كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذا الفيديو الذي أطمح إلى أن يكون قصيرا ومفيدا وموجزا لمسألة الدولة التي ما زالت بالنسبة لعالمنا العربي الإسلامي مسألة شائكة جدا ولم ننجح في تجاوزها حتى يومنا هذا، وأتوقع أننا سنعاني كثير حتى نصل إلى اللحظة التي نستطيع فيها القول أننا استطعنا أن نصل إلى أساس قوي يسمح لنا، أساس ثقافي وفكري وإنساني قوي يجمعنا معا بحيث نستطيع أن نكون دولة يعمل ويتحرك ضمن أفقها الجميع. كونوا معي أصدقائي. السلام عليكم أصدقائي. طبعا بالبداية قبل أن أشرح في مناقشة موضوع الدولة وكيف ظهرت فكرة الدولة وكلمة الدولة في تاريخنا العربي الإسلامي، لابد أن أشير إلى تعريفي الخاص للدولة، والذي هو يشتق بطريقة أو بأخرى من تعريف ماكس فيبر له، وهو تعريف السائد تقريبا في العالم بأكمله حاليا أو في علم السياسة عموما. دا يقولون بأن الدولة هي الجهة التي تمارس العنف الشرعي أو العنف المشروع. هناك بالمناسبة فرق بين الشرعي والمشروع. المهم رأيي بأن الدولة التي يجب أن تتشكل في العالم بأكمله وليس في مجتمعاتنا هي الدولة التي تحارب وتقلل من مصادر العنف، أي أنها جهاز لا يسمح لأي جهة أن تحتكر العنف بما في ذلك الدولة نفسها، وهذه وتحويل هذه المسألة إلى غاية أساسية وسامية لكل دولة مستقبلية. وهذه العملية كيف تتم؟ تتم طبعا بتجفيف مصادر العنف قدر المستطاع. طبعا هذا يستدعي وضع تعريفات جديدة للعنف مختلفة جذريا عن كل التعريفات السابقة. الآن أعود إلى مفهوم الدولة في تاريخنا العربي الإسلامي. أول ذكر إلها كان في زمن الماوردي، واتحدث عن مفهوم الدولة وكان يقصد به كمصطلح الاستيلاء والغلبة والشيء المتداول، وهذا المصطلح ما ظهر بالمناسبة في ظهر بالمصطلح الموجود حاليا في عصورنا الحديثة مختلف عن المعنى الذي يدل عليه في زمن الماوردي. طبعا هو هذا اول ذكر له كان كلمه، يعني ان اول من ابتكر فكره الدوله او مفهوم الدوله بتاريخنا العربي المختلف عن المفهوم الحالي هم الفرس، طبعا هي كما قلت حسب الماوردي. اما هذا المصطلح، اما عن حول المفهوم فان الدوله مفهوم الدوله ماكو اجابه نهائيه، وحتى الان مساله اشكاليه طبعا وفيها اراء كثيره، لكن بالتاريخ كانت دائما يشار لها بأنها رمز الحق والعدالة من جهة ورمز العنف من جهة أخرى. وحتى على السريع إذا رجعنا للتاريخ القديم، يعني زمن من وجهة نظر الفلاسفة، فالدولة بالنسبة للأفلاطونية حاجة طبيعية تنبع من حاجة الإنسان للعيش ضمن جماعة منظمة، وهذه الجماعة تخضع لنظام قائم على الفضيلة والحكمة وما على الجميع خاصة من العوام باعتبارهم أناس لا عقلانيين بتعبير أفلاطون. الخضوع لهذه السلطة والدولة يعني الطبقة الرفيعة من الناس، الخضوع لهؤلاء باعتبار هؤلاء هم قادة حكماء وفلاسفة. هاي فكرته عن جمهورة أفلاطون وجمهورية الفاضلة اليوتوبيا الخاصة بأفلاطون. بعد أفلاطون أجى أرسطو وقال بأن الإنسان هو حيوان سياسي ويميل بطبيعته للاتحاد بغيره ولا يستطيع الاكتفاء بذاته لحاجته لعائلة وجماعة تخضع لدولة تحقق الخير لأتباعها. ثم أتى بعد ذلك هوب وغير الموضوع كله وقلب الطاولة تماما،
وقال أن الإنسان حيوان شرير بطبعه وينفر من السياسة بالفطرة. طبعا قبل هوبز كان السؤال كيف يجب أن تكون حياة الإنسان، بعد هوبز اختلف الأمر، أصبح بعده كيف يعيش الإنسان في الواقع. هذه مسألة أساسية جدا، وما زال مجتمعاتنا وطبقاتنا السياسية والدينية أو المعرفية أو التي تتحكم بالأمور ما زالت لم تدرك هذه المسألة بشكل سليم، ما زالت ترى المفهوم الدولة من مفاهيم على طريقة أفلاطون نوعا ما، تقترب من هذا المفهوم. لكن بعد هوبز اختلف الموضوع، لم يعد من واجب الدولة أن ترغم الإنسان على أن يعيش في طريقة معينة أو أنه يجب أن يعيش في هذه الطريقة، لكن الأمر اختلف أنه علينا أن نرى الإنسان، هذا الإنسان كيف يعيش في الواقع وكيف بعد ذلك ننشئ الدولة من خلال طريقته في العيش. وهنا فكرة العيش وكلمة العيش تختلف عن كلمة الحياة، وهذه يعني راح أسوي حلقة خاصة عنها، ما الفرق بين أن يكون الإنسان، أن يعيش الإنسان وأن يحيى الإنسان. أن يحيى الإنسان كانت الفكرة القديمة ما قبل العصر الحديث، لكن بعد العصر الحديث أصبحت مسألة كيف يعيش الإنسان هي المسألة الحاضرة في الذهن، وهذا موضوع بتفاصيل كثيرة بحاجة إلى شرح. القانون الطبيعي القديم كان يعتبر أن الرقي الأخلاقي هو الغاية، لكن هوبز أتى وقال أن الإنسان محكوم بالهوى وليس العقل، وأن الخوف يحكم سلوكه وعليه، فأن واجب الدولة المحافظة على حق الفرد في الحياة، وأن هذا الحق هو حق طبيعي. بالتأكيد هنا راح نتوقع بأنه راح يكون يعني راح يضع هوبز على رأس الدولة شخص حكيم على طريقة أفلاطون في جمهوريته الفاضلة، وأيضا على طريقة الفارابي في جمهوريته الفاضلة أيضا، لكن هذا ما لم يحصل. هوبز قلب جميع التوقعات مرة أخرى وقال كلا، لا وجود لمصطلح الخير الأعظم، بل لا يمكن وجوده نظرا لاختلاف الرغبات البشرية. قال أن المسألة تتعلق بالنفوذ وليس الحكمة، هنا المعيار الذي يجب أن نعمل عليه، وهذا مسألة خطيرة وكبيرة غيرت مصير يعني علم السياسة وعلم قيادة الدول بأكمله، قلب الطاولة تماما على الموضوع، وكان خارج أفق التفكير للمجتمعات يعني للطبقات المتنفذة قبل هوبز. عندما نأتي ونسأل هوبز نقول هذا تخلينا عن الحكمة وتمسكنا بالنفوذ، فما هو مصدر هذا النفوذ يا سيد هوبز؟ فجواب هوبز في هذه الحالة يقول بأنه يقوم هذا النفوذ يقوم على رضا الرعية ذاتها، الرعية هي التي تقبل بهذا النفوذ، ولكن هذا الرضا لابد أن يعني يفترض بأن يخضع المحكوم للحاكم، ليس لأنه حكيما إنما لأنه متنفذا ولديه سلطة غاشمة وقوية على هذا الفرد من أفراد الرعية. وهذا اللي أطلق عليه اسم أشاع بعد ذلك بشكل كبير وواسع جدا حتى يومنا هذا، قال هذا أسميه العقد الاجتماعي، وهذا العقد يتم عن طريق هو عقد خضوع واستسلام أو طاعة، وواجب الدولة أن تحمل الناس بالقوة على احترام هذا العقد، أن هنالك عقد وعلى الناس أن تحترم هذا العقد. وهذا من هنا يصف الدولة بالفياثان بأنها غول، بالغول الفياثان، ويجب على أي أحد لا يتجرأ على عصيان هذا الغول وإلا سيلتهمه ويقضي عليه. طبعا أتى بعد ذلك سبينوزا واعترض على هوبز وقال أن الدولة يجب أن تكون امتدادا للحياة في هيئتها الطبيعية الأولى، وأن لا أمن بدون حرية، واعتبر أن الحرية هي الغاية من وجود الدولة، وقال أن الإنسان رغبة وقدرة، وما جعل الإنسان بحاجة إلى الدولة هو أن قدراته معرضة للخطر في أي لحظة أو في أي لحظة، وهي التي ستحقق رغباته وقدراته
في ظل حياة آمنة يتحرر فيها من الخوف. سبينوزا يختصر تعريفه للدولة أن أفضل دولة هي تلك التي تحرض على ضمان أو تحرص على ضمان الأمن وتسهر على تدعيم الحرية. ورأيي أن إشكالية الدولة هي إشكالية الإنسان نفسه، فكلاهما لماذا؟ لأن كلاهما في حاجة لاتخاذ قرار دارويني، يعني بالمعنى الدارويني يعبر عن إرادة كل منهما، أي بمعنى إرادة الدولة وإرادة الإنسان نفسه. بمعنى أن قرار أو إشكالية الدولة هي نفس إشكالية الإنسان، كلاهما عندهم هذه الحاجة لأن يتخذ قرار بالحفاظ على البقاء. فإذا ما كان إذا الدولة لم تقرر شيئا فيجب راح الإنسان يقرر هذا الشيء، سواء كان يعني ممثلا لنفسه أو ممثلا للدولة التي امتنعت عن اتخاذ أي قرار. وهذا الأمر لابد من وجوده، لأنه أنت الآن افترض موجود مع جماعة من الناس ويجب أن تكون هنالك سلطة يتحكم بها أحدهم أو يتغلب بها على الآخرين، وإلا تتفرط الجماعة، وحتى إذا تفرطت هم تتكون بعد ذلك جماعة جديدة، وهذه جماعة تحتاج إلى قيادة حكيمة بالمعنى يعني البلاغي. الآن أشير إلى الخلط بين مفهومي الدولة والسلطة. قبل هذا لازم أتحدث عن مفهوم الحرية، وهذا المفهوم هو بطل المفهوم هذا هو الفيلسوف جون لوك. وهذا وجون لوك هو كتب رسالتين بالاسم الأولى في الحكومة المدنية، وهذه الرسالة ترجمت بالعربية بعنوان في الحكم المدني. طبعا أكو اعتراضات جدية على هذا الترجمة، لكن فيها أكو مسألة واضحة اتضحت هناك وجود خلط بين السلطة والدولة. والمسألة كيف أوضحها لكم؟ بأن الدولة لديها مثلا دليل عمل يسمى دستور على سبيل المثال، وهذا الدستور تتمخض عنه مؤسسات مختلقة، هاي المؤسسات هي تمارس سلطتها وفقا ما لما ينص عليه الدستور، وهنا يحدث الخلل خاصة في مجتمعنا العربي الإسلامي. فكما نعرف أن السلطة في مجتمعنا العربي الإسلامي لا تعترف بالحرية ولا مكان للحرية داخلها، دائما يأتي أشخاص يأتون يحكمون الناس بالحديد والنار ولا يسمحون إلا لإرادتهم بالتطبيق. لكن المشكلة وين؟ أن الحرية عندما يتم انتهاكها ويتم تدميرها ويتم إلغائها، هاي الحرية لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود وطن، وهذا بالتالي يمنع وجود سلطة حقيقية أو سلطة ناجحة في مجتمعاتنا. السلطة الحقيقية التي تعتمد على الدولة والدولة تعتمد على السلطة ولا تختلط مع مفهوم السلطة، هذه الدولة هي الدولة الحقيقية التي يمكن أن نعتبرها دولة حديثة، لأنها تحتاج دستور والسلطة تمارس سلطة يعني تمارس هذا الدستور، لكن ضمن شروط وضمن مبدأ الحرية اللي تحدث عنه جون لوك. وهاي الحرية لا يمكن أن تتوفر إلا بوجود دولة ووطن، وهذا الوطن لا يمكن أن يوجد إلا بوجود دستور، فهي عملية مترابطة بالكامل. هذه الوطن أيضا راح يحتاج وجود أفراد يحملون صفة مواطنين، المواطن مشتقة من كلمة وطن، وهذا المواطن أو الفرد المستقل هو لابد أن يكون حر سيد فكرة وعملة ومصيرة. وبالنتيجة النهائية إحنا عندما نأتي نلاحظ مجتمعاتنا العربية ودولنا ما أو شبه الدول الحديثة التي لدينا، نبحث عن هذا المواطن الحر المستقل الذي هو سيد فكرة وعمله ومصيره، فلا نجد منه شيئا. وأعتقد أن كل من يريد أن يبحث عنه لا ننصحه بالبحث عنه، فإن بحثه سيكون دون جدوى. وربما أنا ما زلت أنا أعمل أنه إذا أكو موجود هذا المواطن فليدلون عليه ولهم الأجر والثواب. لكن السؤال ما الذي هو إذا بحثنا ما الذي سنجده في مجتمعاتنا؟
احنا نجد هنا مجتمعاتنا ما زلنا سليلو او نتحدث ضمن افق الجماعة الملة او الامة. اما الفرد فغير موجود، وان وجد فهو الفرد الصمد، وهذا الفرد الصمد هو الله او الوكيل الالهي الحاكم او الامام الاكبر، وهذا هو الخيمة الكبيرة، والكل هم مجرد خيوط تخرج منها، ولها لهذه الخيمة الكبيرة او الاله الصلاحية الكاملة لقطع الخيوط التي لا تعجبه او تطويلها او تخصيرها، يفعل ما يشاء. هي هاي الخيوط الموجودة وظيفتها الوحيدة أن تشد أواصر هاي الخيمة، وبشرط أن تتشابه مع الخيوط الأخرى في الوقت نفسه. يعني هي أيضا يعني تشد أواصر الخيمة عموديا، ولكنها تتآخى مع الخيوط المجاورة لها، لكن لا تتصادق معها. الكل يعمل لصالح القمة الذي هو الإله أو الحاكم، وإذا كان هنالك مجاورة بيني وبين زميلي في البلاد أو في السلطنة وليس الوطن ولا الدولة، فهذا هو أخلي لكنه ليس صديقا لي. الصداقة لا توجد في الدولة العربية الإسلامية ولا في المفهوم الديني العربي الإسلامي أو المفهوم التوحيدي بشكل عام. والسبب لا وجود للأفراد في الدول الدينية ولا وجود للأصدقاء في الدولة الدينية أو الدولة التي تقوم على أسس ثقافة دينية. الدينية طبعا بالضرورة هي تكون مستبدة، وهذا نفس بالمقابل يعني هي هذا يفسر لماذا لا يوجد لدينا مواطن كما هو الحال في الدول المعاصرة، مثل هذا المواطن اللي يحق له أو الإنسان الحر اللي يحق له الاختراع لانتخاب الحاكم. المشكلة وين؟ المشكلة أن الإنسان العربي حاليا لا يكاد يدرك حقوقه في دولته التي تحكمه، والسبب هو حملات التوجيه الديني اليومية اللي يبثها رجال الدين في معابدهم وعبر الفضائيات وفي الشوارع وفي كل مكان في المدارس، فتجد حضورهم موجود في كل مكان، وحضورهم ليس لبث عمليات توجيه عمليات الاستعباد المستمرة للناس والتحجيب الأطفال وإفساد عقول الشباب. هذا العملية من جهة تتم، ومن جهة أخرى وتواجد هؤلاء في كل مكان هو لما يسمونه عدم السماح للكفار والملحدين والسحرة والبحرة، وعلتم أسماء كثيرة لكل من يحاول أن يعني يفسد أو يفسد على الناس دينهم، ما يسمونه دينهم السمح الكريم اللطيف الحبيب يعني الظريف الذي شبعنا خيرا من بركاته. والسؤال لما ما هي الغاية من استعباد الناس والسيطرة عليهم في هذه الدولة الدينية؟ الموضوع واضح، والغاية إعادة إنتاج العلاقة السلطوية الدينية نفسها، هو نفس العلاقة بين الله والعبد، وهي علاقة تطرد كل من يحاول أن يكون مواطن حقيقي وليس مواطن شكلي، واعتبار هذا المواطن الذي يطمح بالحرية وأن يكون لديه قدرات خاصة أن يعبر عن ذاته وأراءه وأفكاره ويعيش حياته كما يشاء، ويتعامل مع جسده أيضا كما يشاء، اعتبار شخص من هذا النوع ضال مضل مرض كافر، شخص يعني فيه نزغات الشيطان، وهذا شخص يخالف رأي جماعة الأمة، وبالتالي هذا شخص لا يمثل الدين ولا يمثل وليس الوطن، لأن لا يوجد مفهوم الوطن إلا شكليا، لا يمثل الدين ولا يمثل الجماعة أو الأمة أو أي اسم آخر، لكن ليس الدولة الحديثة وليس الوطن إلا شكليا. أي معنى آخر، هو أكو عبارة أعتبرها هي التي تعبر عن مفهوم الدولة البسيط اللي هو أسلم تسلم، وهذا المفهوم هو الذي ينطبق كما
لا يدرك كثيرون، ينطبق على المسلمين أيضا وليس على غير المسلمين فقط، فبالعكس هو ينطبق على المسلمين أكثر من غيرهم، لأنه المسلم يجب أن يسلم نفسه كي يسلم. فبالتالي واجب المسلم أن لا يكون مواطنا، أن يكون مسلما، وحتى يكون مسلما جيدا عليه أن يخضع، أن يكون مطيعا بشكل جيد. أي أن واجب الإنسان أو الكائن أو المخلوق بالتعبير الديني أن يكون لا يكون مواطنا، يحرص على أن لا يكون مواطنا في دولة حديثة، بل أن يكون مسلما مطيعا في سلطنة أو دولة تدعي أنها حديثة. هذا الحقيقة التي يجب أن لا يتم كشفها، وهذه الحقيقة التي يجب أن لا يسمح للمجتمع أن يتم تداولها، ويرفض كل شخص من هذا النوع، يقال ويعني يؤزل ويحارب، وأيضا يحارب كل من يدعو إلى ظهور شخصيات بهذا بأي مستوى فكري أو علمي مرموق، يعني مثل أشخاص، يعني ما طلع عندنا كما لاحظنا أشخاص مثل فوكو أو دريدة أو أينشتاين في مجال العلوم والفيزياء، ما يطلعون هش أشخاص عندنا، لأنه ما هؤلاء يبحثون ويفكرون ويقولون ما يرونه بكل حرية. طبعا ليس الحرية مطلقة، لكن بكل أحوال ضمن سيستم قائم على الحرية والبحث الحر. والسبب هو أو الظاهرة التي يمكن أن نصف بها واقع العربي الإسلامي، والذي أفرزت أديان ومذاهب تعبر عن هاي الظاهرة، وليس يعني لا نلوم الدين على لأنه أصبح كذا، بل لأنه الدين وجد هكذا لكي يؤدي هذه الوظيفة، يعني عكس ما هو المتصور. عندما ننتقد الدين، نحن لا ننتقد الدين نفسه أو الثقافة الدينية التي انتشرت أو الخطاب الديني، إنما نقول أن هذا الخطاب الديني الذي ظهر والذي عبر عن الدولة هو والجماعة هو الذي تم ترويجه. فبالتالي نحن عندما ننتقده لا ننتقده بحد ذاته. لكن ماذا يفعل من عندما نتحدث عن هذا الموضوع؟ يقول أنت تتهم الدين، فيضع الدين كشيء مقدس أمامنا حتى لا نكشف من يقف خلف هذا الدين، ونكشف أغراضه وأهدافه الحقيقية. من هنا يصبح من غير المسموح أن تهتك حقيقة هذه الجماعة الأمة، فهي هذه هي اللي تتكفل بحماية هذه الحقيقة. فطالما هذا المطيع وليس المواطن، هذا اتبع تعاليم هذه الأمة أو الجماعة ولم يتكلم باسمه، نفى نفسه ونفى ذاته، إنما يتكلم وفقا لدين هذه الجماعة ومنطقها الخاص، بالضبط كما يتم تلقينه يوميا في كل مناسبة، في كل ظرف يعيش في حياته التي السوداء التي يجب عليه أن يمارسها في أمة مثلها من هذا النوع. أي بمعنى آخر، عليه أن ينكر ذاته ونفسه لصالح هذا الدين، وإلا فسيلاقي الأمرين، عليه أن يتخلى عن ذاته بالنتيجة. معنى هذا بالخلاصة، خاصة في عصرنا الحالي اللي بدينا نشوف الآخرين يعيشون بطريقة سليمة ولطيفة وحرة، وفيها فيها فيها إنتاجية عالية، فيها الكثير من شيء من السعادة، شيء من الراحة، شيء من التفاهم والاحترام المتبادل بين المواطنين، بين الناس، الدولة تحترم المواطن وتلبي له رغباته. لكن هذا بالنسبة لنا ما موجود. لا، يجب أن يكون مواطنا على الطريقة الغربية كعنوان، لكنه بالحقيقة إنسان يكون مطيعا وليس مواطنا، ويدعي أنه مواطن صالح، وعليه أن يبحث هذا المواطن الغير الصالح شكلا، عليه أن يبحث داخل هذه الأمة الجماعة أو الملة، عليه أن يبحث بلا جدوى عن حياته ونفسه طوال العمر، وليس هذا فقط، بل عليه أن ينكر هذه النفس التي تعتبر أمارة بالسوء، هذا إن وجدها أصلا. وهنا يجب أن نسأل، هل هنالك مجتمع في عالمنا العربي الإسلامي؟ طبعا
هذا سؤال صعب، لكن أنا أعتقد أنه المجتمع هو موجود لكنه مجتمع متضعضع على حال الدولة، ليس بالمجتمع الحقيقي، وإنما بالمجتمع دائما تجد فيه صراع بين المجتمع الجماعة الدينية وبين هذا المجتمع. هنالك خلط المجتمع مفهوم حديث وتكون بفعل البرجوازية أو الرأسمالية التي حدثت في العالم الغربي، وأنتجت طبقات من الأفراد أو جماعات، التي جماعات مهنية وحرفية، طبقات برجوازية، طبقات وسطى. لكن بالنسبة للعالم الإسلامي أو التوحيدي أو التقليدي القديم، هذا لا يعترف بوجود مجتمعات. وإن وجدت مجتمعات فهنالك طبقية عنصرية لا حد بعيد، هناك طبقة من العامة وطبقة من الحكام والجند العساكر وطبقة رجال الدين، لا شيء أكثر من هذا. فما زلنا بالتالي ملل وجماعات، ولا وجود لمجتمع حقيقي لدينا. حتى لو كان موجود هذا المجتمع فيجري تدميره، كما حصل من تدمير جميع التجارب التي كانت واعدة في بدايات القرن العشرين، خاصة الحكومات الملكية رغم مساوئها الكثيرة، لكن كانت محاولات لنشوء دولة وجيش وما إلى ذلك. لكن هذا الدول تشكلت دول هشة، وكان الهدف يعني بأمر من الفرنسيين والإنجليز، كانوا مستعمرين البلدان هذه أو نفوذهم قوي، فقررت إنشاء جيوش ودول في هذه البلدان، ليس حبا بالناس فقط، بل لأنها لا تجيد التعامل مع هذه الأمم. مثلا العراق 20 طائفة وجماعة، فقرروا إنشاء دولة حتى تكون هنالك يعني سلطة واضحة يستطيعون التعامل معها، بدلا من التعامل مع مدن، عدد كبير من المدن والجماعات والفرق وما إلى ذلك. يتولى الأمر دولة حتى إذا كانت هشة، لكن يجب الاعتراف بها واعتماد عليها ودعمها عسكريا وماديا إن لزم الأمر. ولكن هذا المشروع فشل لأنه لم تتشكل على أسس صحيحة، وأصبحت الدول بعد ذلك دول هشة غير حقيقية مفتعلة مقادة بطريقة استبدادية على الطريقة القديمة. أصبحت هذه الدول هي مجرد استمرار للدولة العثمانية والعباسية التقليدية القديمة بشكل أو بآخر، بعض الدول مستويات مختلفة، لكن كدولة حديثة بمعنى الحديث لا وجود لدينا لمثل هذه الدولة. هذه الدول لا كانت الدول شكلت مجتمعات حقيقية، ويعني بالنتيجة الدول التي لدينا مفرغة من المعنى ومليئة بالمعاناة، يعني من المعنى يعني بالمفارقة المعاناة هي من المعنى أيضا. إسلاميا أختم بهذا الكلام، إسلاميا هناك خلط بين مفهومي الدين والدولة، وهذا راح نحكي به بعد الفاصل. تاريخيا كان التنظير السياسي الإسلامي كما قلنا في البداية فقير جدا، خاصة في موضوع مفهوم أو نظرية الدولة. لحد الآن لا توجد لدينا في مجتمعاتنا نظرية الدولة، لا توجد أي نظرية للدولة في مجتمعاتنا، وكان الموجود كله تدور حول مفاهيم الشورى والخلافة، يعني مفهوم الدولة القديمة، وهي مفاهيم غامضة وتحتمل كل احتمال. وطالما هذا الغموض استثمرت الحركات الإسلامية المسلحة خاصة، وهذا الخلط مفتعل، لأن مفهوم دولة الخلافة أصلا هو ما لم يتأسس بوحي من القرآن والسنة، لكنه نشأ وتأثر بالتقاليد الثقافية السائدة في الأقاليم التي فتحها المسلمون، وهذه هي اللي حددت علاقة الدولة بالمجتمعات التي جماعات التي وجدت في تلك الدولة. واستمرت هذه العملية مع الإسلام، وبالنتيجة النهائية اتبعت نموذج الدولة الساسانية الفارسية، هذا النموذج اللي يقود حاكم مطلق. طبعا كان هناك بالتأكيد في ذاك الزمان أولوية التأكيد على أولوية الوحدة السياسية،
وهاي الاولويه اولويه الوحده هي كانت تقوم على مبدا انا يعني من اقتراحاتي او مفهوم انا ابتكرته سمي ثقافه الاجتناب. وهذه ثقافه الاجتناب هي اللي ما زلنا نطبقها حتى الان، واعني بها تجنب اثاره اي مواضيع خلافيه واعتبار جميع الصحابه رغم انهم قتلوا بعضهم البعض جميعهم على حق، ورغم فتن كثيره صارت منها احداث ايام الرده واحداث السقيفه وبعد ذلك احداث الفتن الكبرى بزمن عثمان والفساد الاداري اللي حدث، وبعد ذلك مساله قتل ابناء يعني عائله الرسول وفي زمن الامويين، هذا كله المهم ثقافه الاجتناب هي التي رسخت في الاذهان. بقيت بس فرق الشيعة اللي تقاتل بقيت مختلفة لسبب عائلي، وتعتبر بأنها هي وريثة هذا هذه الدولة وهي لها الحق على الآخرين، وهي فكرة أيضا فكرة يعني محايدة لفكرة يعني محايدة لفكرة الحاكم الأوحد الذي لا يناقش، وفعلا طبقها الخميني في زمننا المعاصر وخلفاء آلهة نعتبره من نفسهم أشبه بخلفاء الآلهة، وهم عندهم حتى صلاحيات يعني وفقا للمذهب الشيعي المكتوم الغير معلن لديهم صلاحيات أعلى من صلاحيات النبي نفسه. من هنا نرجع إلى قضية أساسية يتحدث عنها الإسلاميين، وهي أن الإسلام دين ودولة، وهي خرافة صنعها الفقهاء أيام خلافة العباسيين، وهذا متى ظهرت؟ عندما بدأ التدوين اللي شمل الفقه، وعينها تحولت الآراء الفقهاء السياسية والفقهية آنذاك وبرعاية الخلفاء طبعا إلى ما يشبه الشريعة المقدسة، هاي الشريعة الصالحة لكل العصور، وطبعا بمعزل عن أي شرط اجتماعي أو سياسي متغير عبر القرون. يعني هاي الشريعة هي ثابتة مقدسة اخترعوها في زمن العباسيين وأصبحت ما يسمى بالإسلام، وهذا الشريعة هي صالحة بغض النظر عن أي شيء، لأنهم فعلا عندما تجي على الحقيقة هم لا يهتمون بواقع الناس وظروفهم، هو ملتهين بنفسهم فقط، فبالتالي يقول لك هاي الشريعة مقدسة، لابد أن تكون مقدسة، لأنه إذا غير مقدسة معناته هو راح يتغير، بينما الناس طص فيهم شو المشكلة، يعني هم الناس يأدون الفرائض إنه وإحنا مستعبديهم، هم واجبهم الوحيد أن يقدمون الضرائب والجزية وما إلى ذلك. الفكرة اللي أريد أقولها أنا من خلال هذا العرض إنه الخلاصة لما أقوله إن هذا الدين الذي جرى ابتكاره يعني بعد البعثة بعد ظهور الرسول وبعد انتهاء خلافة الراشدة والأموية، هذا الدين اللي جرى ابتكاره لاحقا حتى يكون أساس الدولة اللي هي أصلا ما كانت موجودة زمن محمد، هذا تطلب وجود حديث نبوي وخرافات وقصص سيرة ورجال وما إلى ذلك. هذا يأتي في التعارض مع الإشاعة التي يروجها بعض التنويريين أو المعترضين على السردية الإسلامية، وهي أن الإسلام لم يكن موجودا زمن الرسول ككلمة، فقالوا رددوا كثيرا خاصة من جماعة كوخ باتريشيا كوخ أو صاحبة كتاب الهاجريون، دائما يقولون بأن كلمة الرسول لم تظهر إلا بعد 80 سنة من البعثة أو ظهور الرسول أو وفاة الرسول، وأيضا القرآن لم يظهر إلا في ذلك الزمن، كلمة الإسلام نفسها لم تظهر إلا في ذلك الزمن كما قلت. لكن أنا اللي يفوتهم دائما أنه الكلمة صحيح ما موجودة، لكن هي لم يكن هنالك الدين بأكمله لم يكن موجود كمحتوى وليس ككلمة، وكمحتوى ومضمون أيضا كل ما جرى هو عملية توليد وإنتاج الدين الجديد. السؤال الأخطر هذا اللي يجب أن نسأله، طبعا السؤال بعد ذلك الأخطر الثاني هو لماذا ظهرت الحاجة لاختراع دين جديد ودولة جديدة، و يعني كان ممكن يأخذون الأديان الموجودة القديمة بالعشرات، ليش ما يأخذون الدين من الأديان مثل ما فعلت الدولة الرومانية؟ لكن لم يفعلوا هذا، والسبب يعني
سبب يبدو أنه هذه الأديان تشوهت وجرى تحريفها. فعلا حسب الرواية الإسلامية فعلا هذه الأديان التي كانت في زمن الظهور الجماعة الإسلامية ولا أقول أو جماعة قريش دولة قريش أو قادة قريش الذين احتلوا هذه المناطق وأصبحوا هم الحكام الآمرين الناهين، هؤلاء رأوا المسيحية أنها كانت تميل، المسيحية رأوا المسيحية من جانبين، أكو المسيحية الغربية أو اليهودية هي اللي هي أيضا معها كانت، كان هؤلاء يميلون أو انخرطوا في التراث اليوناني الهيلينستي خاصة والروماني بعد ذلك، فاعتبروا أن هذه المسيحية الغربية التي كانت موجودة في الشام ووصولا إلى روما، هذه المسيحية اعتبروها مسيحية مهرطقة أو مسيحية لم تستبغ ب لم تعد محلية، لم تعد سامية الروح ويعني شرقية الهوى، إنما تشوهت بتراث اليوناني والروماني، بل لم تنحرف فقط في باتحادها مع التراث اليوناني والروماني، بل أنها حتى تبنت اللغات الغربية خاصة اليونانية واللاتينية. أما المسيحية الشرقية فكانت متواجدة في مناطق فارس هربا من المسيحية الغربية ونفوذها، وهذه المسيحية الشرقية كانت تنظر نظرة احتقار إلى العرب وتكفر العرب اللي هم يعني مفهوم العرب كان هم دول اللي عايشين في مناطق البادية شمال الجزيرة وأيضا الجزيرة الفراتية في العراق وبين العراق وسوريا، وهاي المناطق بأكملها التي يعني لا تشمل مناطق دمشق وإسرائيل أو فلسطين المناطق المدنية، فهاي كل المناطق كانت مليئة بالعرب أو النبط أو الغساسنة أو المناذرة في الحيرة، فهؤلاء جميعا هم يشكلون النبط، وهؤلاء يعتبرون مشركين وفيهم مسيحيين، انتشرت المسيحية فيما بينهم، لكن هذه المسيحية كانت يعني مطيعة لفارس لإمبراطورية فارس، وكانت تتبنى اللغة حتى الفارسية، وأيضا تعتبر مشوهة، وأيضا الدين الجماعة ديانة قريش أو جماعة دولة قريش الذين سيطروا كان من أكبر منافسيهم هم الفرس والمسيحيين الشرقيين، فبالتالي وهم خرجوا يعني هم خرجوا من رحم المسيحية الشرقية، وهذا اللي أشار لوكسمبورغ في التحليلات للغة القرآن، ووجد بأن هنالك الكثير من اللغة التي تشي بأن مصادر كثيرة من الكلمات القرآنية من المسيحية الشرقية خاصة من اللغة المندائية الصابئية في جنوب العراق، وما زالت موجودة حتى يومنا هذا، إشارات مؤكدة لهذا الموضوع، لكن هذا بحث آخر. لكن عموما المسيحية الشرقية كانت لم تكن مرغوبة، هذا أدى يعني أدى بالنهاية، وأيضا هذا يعني يعزز أنه دولة قريش حاربت الاثنين، قادة العشائر والعربية في شمال الجزيرة، وحاربت الاثنين، وكان من الضروري أن يتبرؤون من جذورهم المسيحية الشرقية أو المسيح يهودية الشرقية، وهؤلاء يعني يهود الشرقية أيضا موجودين في العراق كذا، فكان من الضروري يعني التنصل من أصول هذه العقيدة الجديدة التي ظهرت في عهد العباسي، بداية العهد العباسي، وهذا أو يعني القرن الثالث للهجرة خاصة والرابع اللي اكتملت القرن الرابع، يعني أظهر الإسلام كدين يعني كدين حقيقي، يعني مش دين أي كلام، اجتهدوا الفقهاء ومع الدولة العباسية بدعم الدولة العباسية وأسسوا دين جديد تماما، ونجحوا في هذه العملية حتى القرن الرابع والخامس، عند ظهر الغزالي في يعني 1000 ميلادية،
الغزالي كان هو إيذان بولادة الدين ووصوله لدرجة النضج الكاملة التي تشخصه بشكل واضح عن بقية الأديان الأخرى. هذا بالنتيجة كان هناك ضرورة لمحاربة المسيحية الشرقية والغربية كلاهما من خلال مفهوم الإسلام، وإنكار أي صلة للدين الجديد بتاريخ هذين الدينين. بالحقيقة هو كل معظم النصوص هي واضحة جذورها من المسيحية الشرقية خاصة والغربية والكتاب المقدس والتوراة، لكن أنكر هذا واعتبر أن هناك مصدر أتى من بعيد، وهذا اللي أدى إلى أن غموض لغة القرآن، لأنه مفسرين أتوا لتفسير القرآن باعتباره مادة خاصة آتية مباشرة من الله، ولغوا يعني التناص مع الكتاب المقدس الموجود فعلا في ذلك الزمان. لكن والهدف كما معروف واضح أنه إلغاء الجذور الأساسية التي استمد منها الدين، هذا الدين أصوله، فأدى إلى سوء فهم القرآن واختلاق أشياء قصص جديدة وسيرة جديدة وأحاديث جديدة، وهذا كله اشتغل وأسسه مفهوم الأمة. حتى اللغة العربية تم تأسيسها من جديد، لأنك عندما تستعمل السريانية أنت تكون محسوب على المسيحية الآرامية التي أصبحت سريانية. السريانية هي اللغة الآرامية التي تبناها المسيحيون، وعندما تتبنى التوراة أنت لابد أن أو المسيحية الغربية اللي كان يعني الكاثوليك بعد ذلك يمثلوها أو الكنيسة الرومانية، أنت بالتالي أنت تكون محسوب على اللغة اللاتينية. فأي ماذا تفعل؟ يجب أن ابتكار لغة جديدة، وهذه اللغة الجديدة هي كانت اللغة العربية التي لم يكن لها أي وجود سابقا. صحيح اللغة العربية هي كانت لهجة، لكن بنوا عليها وأصبحت لغة سليمة، وبدليل ما زال لغة القرآن لغة لا بها صعوبات كثيرة غير مفهومة. في الختام أقول كان هناك اختلاف حول مفهوم الأمة وعلاقته بالعصبية أو الإثنية أو علاقته باللغة، لكن الفقهاء هم اللي منحوا هذا المفهوم قيمة أيديولوجية بكيف بربطه بالعقيدة، وأيضا توظيف هذا المفهوم لنشر الدعوة الإلهية. حينها أصبحت السلطة الخلافة العباسية أداة لنشر دعوة الأمة وتطبيقها عنوة على المجتمع، وهذا الأساس العملي ما زال يجري تطبيقه على مجتمعاتنا، ولكن ضاعت الأصول الحقيقية له، لم نعد نعرفها جيدا. لكن الآن عندما أقولها يمكن تتبع الخيوط التي تربط بين هذا النموذج الذي نعيش تحت وطأته حاليا وجذوره القديمة. طبعا غاية الدولة كانت هذه بالفكرة، فكرة الأمة أو هي غاية هاي الأمة كان تحقيق العدل، وهذا العدل هو الذي يسر عليها الخليفة، وهذه المسؤولية طبعا كما نعرف هي مسؤولية شكلية، يعني الخليفة هذا أشفق في تحقيقها فلا أحد يحاسبه. وأيضا مفهوم العدل هو يختلف عن مفهوم العدالة، مفهوم العدل مفهوم متخلف لا يحقق أي عدالة، العدالة مفهوم يتفهم الظروف. يعني أنت عندما على مبدأ أن يقول الرسول الكريم إذا سرقت فاطمة سأقطع يدها، يعني ولو كانت فاطمة فأقطع يدها، هذا كلام، هذا فكرة العدل بالنسبة لمجتمعات العربية القديمة هي فكرة غير صحيحة، لأنه الطفل مثلا يعني تساوي بين الذنوب، مثلا هالطفل جوعان أو إنسان جوعان يسرق خبزة تقطع يده، فهذه كانت يعني على هذا النمط بس، ما صحيح تجاوزوا هاي المشاكل، لكن ما طلع مفهوم العدالة الكبير الواسع بالمعنى اليوناني على الأقل بأيام الفلسفة اليونانية. المهم الدولة احتكرت الدين مثل ما تحتكر بقية الموارد الاقتصادية للمسلمين في ذلك الزمان وحتى هذه اللحظة، وكل هذا الاحتكار تم لصالح طبقة من علماء الدين الذين ابتكروا هذا الدين وورثوه لأحفادهم وتلاميذهم. هؤلاء احتكروا بدورهم التفسير النصوص الدينية، ولا يحق لأحد أن يفسر هذه النصوص الدينية،
هم وضعوها، هم أخرجوها، هم اختلقوها، هم فسروها، فبالتالي يعتبرونها ملك حصري بهم. هذا واجبهم أن يدافعون عن سلطة الدولة وهيمنة الطبقة الحاكمة على على الجماعات البشرية وعلى الاقتصاد وعلى ثروات الثروات جميع الثروات. هنا يختلف الإسلام عن المسيحية في هاي النقطة، إنه الكنيسة دخلت في شؤون الدولة وأصبح هناك بالنهاية طرفين مختلفين. هذا هذون الطرفين المختلفين أدى في النهاية إلى أن ينشطران تماما، يعني تصبح عملية الاستمرار بالتواصل فيما بينهما غير ممكنة. وأما كان في دين في مناطقنا كان الدين هو عبارة عن ملكية خاصة للدولة، وهاي الملكية تفعل به ما تشاء رغم أنف المجتمع. وهذا راح نتحدث به عن يعني مفهوم الدولة والسلطة، وأختم بعبارة أنه أو مفهوم أو شيء أقوله بأنه الدين دين في مجتمعاتنا والدولة دولة. فإحنا ما زلنا مجتمعات تعمل في أفق الدين ولم تصل أفق الدولة بعد. الدولة معناها حتى القديم ومعناها الحديث، لا بالقديم ولا. وحتى مفهوم الدين عندنا ما زال هو مفهوم لم نستطع تطبيقه بالشكل الحقيقي، لأننا لم نوجد دولة دينية بالمعنى الصحيح. والدليل أنه ما لا نعرف ما هو الدين، لا نعرف ما هو الإسلام، لا يوجد تعريف دقيق، لا يوجد تعريف للوحي، للنبوة، كثير كل الأشياء، لا يوجد تعريف للجماعة، للمجتمع، للتعامل مع الآخرين. هاي كلها ماكو نظرية للدولة، نظرية للدين موجودة، أركان وكلام عام، لكن ماكو منظومة أخلاقية، منظومة قيم ما موجودة. أكو أحكام ومعاملات. وهذا أختم به وقول الدين دين والدولة دولة ولا يلتقيان، واثنين هم إحنا ما عندنا، لا عندنا دين ولا عندنا دولة، ووفقا للتعريفات المعروفة. مع السلامة.